نقول لك ربي ان شاء الله نكونوا حاضرين ان شاء الله. حكيت على الهدف تي بي مازامبي عام في كل ديبلاسمون نتاعو يمارك، قريتو النقطه هذه قريتو الحسابات بالطبيعه. معناتها فريق مازامبي معناتها كي يلعب البقا ديما يسجل هدف ولا اثنين، مي يعني قلت لك معناتها المقابله هذه باش نحاولوا نركزوا قبل كل شيء دفاعيا، وقلت لك ربي ان شاء الله باش يسجلوا هدف ولا زوج ان شاء الله. بينيت بعضكم يعني كم لعبية كيفاش تسمو تحضروا رياكم للمباراة روتور وانتم عاملين 0-0 في الأمريكا، ما تعرف 0-0 الريزلت هذه ما تبقاش ولا السيتياسيون اللي تعدينا بها معناتها في الدوري النهائي كنت الوداد الموسم الماضي. ان شاء الله قدرت ربي نحاولوا نسجلوا هدف ولا اثنين مقبوع ساعه الاولى باش نسال علينا المقابله، والاوبجيكتيف الاولاني نتاعنا ما نقبلوش خاطر اذا قبلنا كيف قلت لك معناتها باش صعب علينا المقابله. ان شاء الله الاولاد كل معناها نكونوا مركزين، خاصه مركزين ذهنيا خاطر بدنيا لاباس علينا وحاضرين كما يلزم، وقدرت ربي ان شاء الله الاولاد حاطين اليد في اليد والقلب في القلب باش نجيبوا الانتصار. ترجع قبل تياس اللاعب في مباراه الذهاب وديك كارديان، يعني انت اكثر جوار تشوف اللعب الكل، يعني تقريبا شكون اخطر جوار من مازامبي يتحرك ولا لازم يقلق ولا ديفونس ترجع؟ والله فريق مازامبي معناتها في رايي الشخصي كله معناها يختير، معناتها اي معناتها فضوه باش تخليها له باش يعمل ديفيرون في سافيسا. قدرة ربي ان شاء الله نحن كيف قلت لك نحاولوا نسجلوا، قدرة ربي معنا ربي ونحن التالي قدرة ربي. اخر سؤال، جمهور ترجي السنه في الماتش هذا مع الادفرسير هذا بالذات عنده طبعا عامين 30000 بركه باش يكونوا موجودين غدا في رادس، انت موليهم هما شنو تطلب منهم بالضبط؟ ولا باش نقول معناتها بيتيمو معناتها نجموا كان هذول من الانتصار خاطر تعبوا معنا الجمهور معنا في 2010 وما ننساو زاد بكينا معناتها قدام الادفرسير هذايا، وبقدرة ربي ان شاء الله نكونوا حاضرين ونجيبوا الانتصار ان شاء الله. سؤال بركة معز، في الماتشات هذوما الجارديان تاع اسبيرونس يجي كوره ولا زوز في الماتش كامل يكون حاضر في العقل؟ بالطبيعة معناتها المقابلة هذه باش تجي كوره ولا زوز، ما تجيكش معناتها كيف تلعب في مازامبي تجيك 5-6 كور معناتها ديسيزيف. ان شاء الله واحد تجي كوره ولا اثنين يبدا حاضر لهم باش يرجع صحابه، وقدرة ربي ان شاء الله الانتصار مربوح ان شاء الله.